طب الناس بقى اللي هي بتبقى عايزة تغيير المفصل، بص حضرتك انت ده سؤال بتعمل مهم. ايه مع الناس دي؟ لان هي القصة دي عاملة يعني ازمة. مش هذكر اسماء يعني ناس، لو يعني ينفع تذكر، انا مش ما عنديش هينفع، انا مش مشاكل في عايز برنامج الطبيب بس اوكي يعني لكن يعني اوكي معظم الناس ممكن تكون عارفه. جالي شخص من الناس المهمه جدا بتعاني من الام بقالها كتير، ممكن مرضانا كده، هو مش عايز يعمل عمليه، هو رافض يعمل عمليه. لا ده فنان صح؟ ده يعني بغض انا النظر عارفه القصه مع قال حضرتك. انا رافض ان هو يعمل عمليه، ورافض ان هو قال لي مش هعمل، يعمل اللي انت عايزه. فعملنا جلساتنا من التردد الحراري، ثم بعد كده حقن الاكسجين النشط والبلازما الغنيه، وخدنا نتيجه لله الحمد. معظم مرضانا كده، هو المريض الناس ممكن يكون ما ينفعش معاهم اصلا ان هو يعمل عمليه جراحيه، عنده مشاكل في القلب، عنده مشاكل، العمليه نفسها خطر. لا وهو بكل صراحه برضو هي العمليه، انا بقول حاجه مهمه قوي وانا بحييك، ان انت بتخلي الناس ما تلجاش الحاجه هي مضطره ليها، ونتيجتها انا شايفه ان انا مهما مثلا حد ضخم شويه او مليان شويه، فانا رحت غيرت المفصل اوكي، ما هو المفصل الجديد ده استحاله هيأدي وظيفة المفصل الطبيعي بتاع اللي ربنا خلقه لي، مش هيعمل يعني هيكون أقوى من اللي عندي، استحالة. فأنا شايفة إن دي عمليات بصراحة، أنا يمكن يعني بدأوا من ممكن خلال أتعاقب على الكلمة دي، بس أنا مش مع العمليات دي بصراحة. كلام حضرتك يمكن في جزء مهم، بس هي العمليات برضو جراحية ليها العيان بتاعها اللي ما ينفعش أوكي معاه. ده اللي يعني اللي هو خلاص بالظبط مش كده. نافع خالص. أنا دايماً بقول للمرضى بتوعنا إن إحنا لينا نسب نجاح، ونسبة نجاحنا مع كل مريض بتختلف حسب حالته ووزنه وكذا عامل جديد، يعني بنحط كده نسبة نجاح لينا. دي تجربة، التجربة ما فيهاش أي حاجة مؤذية، هي موضوع حقنة صغيرة، الحقنة دي بناخدها في المكان ده ممكن يدينا نسبة نجاح ممكن توصل لفوق 60-70%، والتكلفة بتاعت الحقن لا تتجاوز 10% من قيمة العملية الجراحية، ودي نقطة مهمة تانية. والنقطة الثالثة اللي أنا عايز أقول حضرتك عليها كمان، إن إحنا لو تدخلنا بالأسلوب بتاعنا ده، لو إحنا عدد كبير دخل يعني من الأطباء، عشان كده ده اللي إحنا الفكر اللي إحنا بنأسسه، إن إحنا بنحط فروع لينا في محافظات كتير. الفروع ديت عشان خاطر نبتدي نعمم طرق علاج الطب التجديدي مع العلاج الالم التداخلي، ان احنا نوصل لشريحه كبيره من الناس اللي هم محتاجين ان احنا نشيل عنهم المهم، وفي نفس الوقت كمان انهم مش قادرين يدفعوا فلوس ان يعملوا يعني عمليات جراحيه. يعني تقصد حضرتك هتبقى طفره كبيره في بالظبط بعد كام سنه وهتحقق نجاح كبير. افتكر حضرتك كلامي بالظبط، بعد كام سنه، في سنين قليله من 3 4 سنين. لا انا دي عارفاها اكيد، كل حاجه هتختلف الفتره الجايه. فاحنا الحمد لله، انا بقالنا في مصر هنا شغالين اكتر من 7 سنين، فاحنا عندنا خبره مع العيان، مع ناس كتيره جدا الحمد لله، يعني لينا مرضانا يمكن عدينا ال 10,000 مريض، ولله الحمد النجاح بتاعنا دوت. ما ينفعش، انا ممكن لازم يكون فريق عمل شغال بيه، في فريق تغذيه علاجيه بيشتغل مع المريض، في جراحين معانا بالمناسبه امنوا بالفكره بتاعتنا وجايين معانا وبيشتغلوا، استشاريين جراحه برضو من زمايلنا اللي برضو اسامي موجوده في مصر. ويمكن انا بدعو برضو اي حد، اي زميل عايز يعرف الطريقه بتاعتنا ويشوف ويشتغل بطريقتنا، احنا ما عندناش اي مشكله ان احنا نبقى فريق واحد ونشتغل معاه، ونشتغل كل الفروع على في مصر كلها. ده لو هيرجع يبقى هيرجع يا جماعه للثقه، يعني بص هو بيقول لو حد يعني هو عارف هو بيعمل ايه.